السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من ورشة ليسباس دياغوطو بومبوشي الحجار عنابة. اليوم عندنا اون فولكسواغن توارق. كنا ديجا الصباح عطينا لكم ستاتي على لابان تاعها في الفونتيلاتور والبروي اللي كانت ديرو، مع العلم انه فيها دو فونتيلاتور وحده تخدم مع الرفاديسمون موتور، يعني كيلحق المحرك السخانة تاعو الطبيعية. ديماري اللي هذه الكبيرة الفونتيلاتور، هذه اللي كان فيها بروبليم، كانت بلوكي وفيها بروي كبير. بعد ما درنا دياغنوستيك وكونتروليناها لقينا البروبليم في الباك تاعها. انا ديجا حطينا لي فوتو من قبل، ما همش واضحين قد قدمي، معليش البروبليم كان في الباك. مع العلم كان فيه مشكل في زوز، مي الكبيره هي اللي كانت اكثر، والصغيره تخدم مع الكليماتيزور. هي تجي هنا، ما نعرف التصويره تكون واضحه ولا لا. صح، هاي الصغيره هنا، احنا حاولنا ريباروهم في زوز، مي ريبارينا الصغيره هذه تاع الكليماتيزور اللي ديجاجي الشالور تاع الكوندونسور. يعني الناس اللي تفهم في الفروا ويفهمني درك واش قلت، باش الكليماتيزور تكون كفاءة تاعو عالية داروا سيستيم هذا تاع دو فونتيلاتور. صح، درك بعد ما درنا الريباراسيون وكلش راح نوضحوا لكم يعني كيفاش الصوت راح وكلش. مريق ما النظرة لذيق الوقت ما قدرناش نديروا فيديو قبل وبعد، صح ندير لكم يعني غير بعد. كنا وضعوا مش الكليماتيزور باه نشوفوا الدور، شوفوها مع بعضنا. على بالي صوت المحرك قوي، مي هادي مارك ما شاء الله، هادي الكبيرة. نديرو بوز صغيرة، نجيبو البرادوز و نعطيكم الفيديو. بعد ما جبنا الضوء، الكبيرة دور سومبر بي. توضيح اكثر، زيرو ديفول، زيرو ديفول الحمد لله، المهمه تمت بنجاح كما راكم تشوفوا، المهمه تمت بنجاح. البروي تاع لي فونتيلاتور راح، الكليون الحمد لله منعناه، لانه معلين الفونتيلاتور كون يعني تبلوكي ولا يصرى فيها بروبليم باغ اكزومبل تخرج من مكانها ولا حاجه دير ديكا كبيره، تكسر لي سيبور، قدر تفزدك الرادياتور. الحمد لله يعني سلكنا مول السياره ولا كما نقولوا منعناه. يعني نوصي اي واحد عنده سياره خاصه فصل الصيف يكونترولي لو ليكيد ريفورديسمون تاعو، المصنع يطلب التغيير تاعو ولا يعطيك التعليمه ولا لا كونسيني تقول تاعو تبدل كل عامين. بليس لازمك توجور تكونترولي الفونتيلاتور دو ليكيد ريفورديسمون. الحمد لله تنبه الكليون بالمشكل اللي عنده ولقيناه له ان شاء الله واصلحنا المشكل وربي يصلح له. ومرحبا بالجميع. التخصص تاعنا ياسر، ناس يسقسوني وسيع التخصص، احنا تخصص تشخيص اعطاب السيارات وكهربائها وصيانه ميكانيكيه للسيارات هذوما الحديثه. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد للجميع، وكل يوم ان شاء الله نحاول نقدم لكم نصيحه. والسلام عليكم، تحياتنا للجميع.